الله عز وجل أعطى للعراقيين هذا الكرم وأعطاهم هذه العزوبية إكراما لسيد الشهداء أبي عبد الله. أنا على يقين لو أراد العراقيون الأصلاء أن يطعموا العالم بأكمله لأطعموه وضيفوه، ولهم الفخر في ذلك ولهم العزة في ذلك، خدام الإمام الحسين الذين يضيفون ويطعمون ويخدمون الملايين من الزائرين يوميا، هم قادرين على أن يضيفوا ويطعموا العالم بأكمله وبدون ملل ولا كلل. إنه شعب الشمم والإباء والكرم، إنه العطاء، إنه كرم العراقيين الذي لا ينتهي على مر السنين وعلى مر العصور والدهور والأزمان. كرم العراقيين وضيافتهم وعزوبيتهم لا تنتهي ولا تقف عند حد أبدا. لو اجتمعت كل مؤسسات الدولة على أن تطعم هكذا ملايين من الوافدين والزائرين يوميا لم ولن تستطيع أن تفعل ذلك، لكن بكرم الباري عز وجل وبرزقه الكريم الله عز وجل مكن العراقيين من هذا الكرم، حيث رزقهم العطاء والجود والعزوبية التي لا مثيل لها في كل دول العالم. أنا أتحدى كل دول العالم وبكل احترام أن يأتوا بكرم وعزوبية مثل كرم العراقيين وعزوبيتهم، منام وطعام وخدمة بأنواعها والراحة النفسية والجسدية. الله يا عراق الحسين كم أنت كريم في عزوبيتك وفي أصالتك، كم أنت أصيل في عروبتك. لقد أثبت خدام أبي عبد الله الحسين للعالم معنى الجود، معنى الكرم، معنى الضيافة والشمم. هنيئا لكم يا خدام زوار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، هنيئا لكم يا من ضربتم للعالم أسمى الأمثلة في الأصالة والضيافة والكرم والجود. إن العراقي الأصيل الذي لا يكل ولا يمل من العزوبية والضيافة والخدمة أينما تذهب تجد بابه مفتوح للعزوبية وللكرم وللخدمة. هذا هو عطاء العراقيين، هذا هو كرم العراقيين، هذا هو جود العراقيين مع زوار أبي عبد الله الحسين. سلامي لخدام أبي عبد الله، سلامي لعشاق أبي عبد الله الحسين أينما كانوا وأينما حلوا وأينما سكنوا. هنيئا لكم هذا العطاء، هنيئا لكم هذه الخدمة الكبيرة. الله عز وجل أعطى للعراقيين هذا الكرم وأعطاهم هذه العزوبية إكراما لسيد الشهداء أبي عبد الله. أنا على يقين لو أراد العراقيون الأصلاء أن يطعموا العالم بأكمله لأطعموه وضيفوه، ولهم الفخر في ذلك ولهم العزة في ذلك، خدام الإمام الحسين الذين يضيفون ويطعمون ويخدمون الملايين من الزائرين يوميا، هم قادرين على أن يضيفوا ويطعموا العالم بأكمله وبدون ملل.